في تسويق الإجازة مش تسويق الدواء التالية جماعة بحصر في الإجازة وعنجرة وجوالعة يحترين في حسن جراء اللي لا أصالح الشوف ووصل الإصال إصالات الباكية النقطة الخامسة التعاون لا أحد إذا وافق المجلس في إجماع قوته وأعضائه حاضرين على اتفاقية الشركة من أجل إنجاز أشغال تهيئة مقر ولاية أم تبوان وقع القيادة وتنسيق بولاية أم تبوان. نقطة 16 الدراسة المصادقة على المساهمة في رأسمال الشركة التنمية المحلية بوغاز للنقل من أجل إنجاز وتتبع اشتغال وصيانة مشروع خط النقل الحضري بواسطة الحافلات السريعة. بأختي طنجة زناي موافقون مساعدت معارضون لا أحد متنعون لا أحد عفوا. إذا وافق المجلس بإجماع قوته وأعضائه الحاضرين على المساهمة في رأسمال الشركة التنمية المحلية بوغاز للنقل من أجل إنجاز وتتبع اشتغال مشروع خط النقل الحضري بواسطة الحافلات السريعة. بأختي طنجة زناي بخصوص النقطة الرابعة متعلقة بدراسة مشروع اتفاقية لتمويل وإنجاز مشروع تزويد الدواوير التابعة لجامعات قصر مجاز وأنجرة وجوامعة بإقليم فحص أنجرة بالمأصل للشرب بواسطة الإصالات الفردية، وكذلك بعد المناقشة تم تسجيل الملاحظات التالية: اقتراح التدقيق في صيغة المادة الخامسة من الاتفاقية المتعلقة برسوم الإيصال بالنسبة للمستفيدين، وقد وافقت لجنة فيها على هذه النقطة بإجماع أعضائها الحاضرين، وأوصت اللجنة كذلك بالمصادقة عليها مع الملاحظات المسجلة بعين الاعتبار. باش نكونوا عمليين باش كل شيء مزيان كتسويبها تختار هذا الشيء مزيان، ولكن الواقع خصنا يكون عندنا واحد المعين آخر الشهر آخر السنة يكون عندنا واحد 150 مشروع جاهز تسابق عليه الجهة، لأن ما كاينش شي مشروع اللي كيتسابق عليه يلاه دير الدراسات والسيري ولا راه في الأخر كيجي الجهة المصادقة ديال الجهة ما كانش حاجة أخرى. فدائما الكلمة الجهة هي الأولى ديال الأخرى في القضية هذي، فخصنا نكون عندنا واحد 150 مشروع تقريبا ولا 200 مشروع لأن تعطلنا هذي الطريقة كتخصها تكون جوي اللي كاين هو خصنا 40 حتى 50 مشروع في الشهر يكونوا موجودين وندير واحد الحصيلة في آخر السنة باش نعرفوا كل عملة شنو خدات وياخذوا لنا شي الجمعيات بعضهم التعاونيات والمخاورات جد الصغرى والمتوسطة ومزيد الفلاحة النساء والرجال كل شيء حتى المخاورات الكبرى تاخذ حظ ديالها والشباب ياخذهم، ولكن خصنا واحد ليكيتي تريتوريال باش تكون معقولة فيما يتعلق بهذا الشيء. فمرة أخرى أنا كنحيي وكندافع وكندعم الصندوق وأنا معكم فيه والناس الشباب راه عطشانين كاينة الأزمة وأنتم كتشوفوا الحالة الوضعية كي دايرة الاقتصادية والاجتماعية. فكنا كنحييكم على هذا الصندوق، صندوق ضخم 100 دينار مثلا ولكن خصنا نبداو وخصنا الصندوق يمشي غبي عند الناس يمشي عند الشباب بغا يسيبو كخير شي كبيرة دينا. فكنحييكم وكنحيي الإخوان ديال الأعضاء الجهة كنحييهم كذلك على السباحية ديالهم كنحييهم كذلك على الرؤية ديالهم فيما يتعلق بالأسواقية، فالمعركة الاجتماعية هي الأسواقية. الذاكرة اللي جات وزارة الداخلية واللي صححتنا باش تكون هناك مبلغ يعني في هاد الثلاث سنوات مبلغ إجمالي يعني مبلغ باش الفتور فتعينا باش يعني نحاولوا نكونوا في ديك ذكرات المعاملة ديالنا إلا بعد المداخيل الذاتية اليوم الحمد لله مجهودات كثيرة تبدات في هاد السنة هادي مع الإخوان الأطر ديالنا باش نرفع من المساعدة ديالنا ولا من الاستخلاص بعض يعني الرائد والناس ديال التعود كل ما هو يمكن يزيدنا في ميزانية ديال الجهة. فنحاول بصدقة نلبس كان هناك يعني نقاش في استحسن لا كانوا كيشوفوا الدورات بعض المرات بعض الاخوان كيدخلوا شي حاجة بالعكس هناك نقاش ديجن هو مهم جدا اللي كتاخذ ربعه خمسه سته سبعه ساعات ديال النقاش واللي كتكون النقاش المطلع النقاش اللي كنأهلوا او كنجودوا خلال الناس الاتفاقيات او الاتفاقيات.
وبكل تأكيد سيد الرئيس أن هذا المجهود المبذول سيكون له الأثر الكبير على التنمية بإقليم فحص أجرة ورفع المؤشر ديال التنمية وخاصة في الشق الشمالي. وفي نفس الوقت السيد الرئيس أرفع ملتمس للسيد والي إقليم والي جهة طنجة تيتوان حسيمة المحترم ورئيس مجلس الجهة المحترم بشأن المستشفى الإقليمي الذي لم يرى النور إلى يومنا هذا وما زالت الأشغال متعطرة به لأكثر من عقد ونصف. لذا نرجو سيد الرئيس سيد الوالي المحترم المساهمة جميعا في إخراج هذا المرفق الحيوي في أقرب الآجل لأنه مطلب ملح لساكنة الإقليم وشكرا. أما بخصوص النقطة السابعة المتعلقة بدراسة مشروع اتفاقية شراكة من أجل إعادة تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز لمدينة الشبشاوي، تم تسجيل التوصية التالية: التدقيق في مدة الاتفاقية 2024-2025، تعميم مشروع تهيئة الأحياء الناقصة على جميع العمالات والأقاليم. وبعد مناقشة هذه النقطة بشكل مستفيد وافقت عليها اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين وأوصت المجلس الموقع بالمصادقة عليها، مع أخذ هذه التوصية بعين الاعتبار وفيما يخص بعين الاعتبار. طبعا التذكير بأن الصندوق من خصوصاته أنه يشمل جميع طيف الفاعلين الاقتصاديين سواء كانوا مقاولات صغرى أو متوسطة أو كبرى، كذلك التعاونيات والمقاول الذاتي. والأهداف الاستراتيجية التي تم تحديدها هو الدرجة الأولى التشغيل باعتباره رهان أساسي. المسألة الثانية هو تعزيز الجاذبية الترابية للجهة لا سيما أمام التنافسية المطروحة على مستوى استقطاب رؤوس الأموال والمشاريع. الخيار الثالث هو الإبداع ابتكار تكنولوجي وكذلك خلق القيمة المضافة بالإضافة إلى تشجيع نماذج اقتصادية مبتكرة مع رهان آخر هو ضمان العدالة المجالية والترابية. ورحمة الله عليكم وعلى عمكم. الناس ديال الغرف غادي لهم 4 تكوينات باش يقدروا يستعملوا.